مساء الخير، بنرحب بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامج أحداث الساعة، هنخصصها للحديث حول تفاصيل وأهمية ودلالة القمة المصرية الأوروبية اللي استضافتها القاهرة اليوم للإعلان عن ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة. استضافت القاهرة قمة مصرية أوروبية شهدت الإعلان عن ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة بهدف تحقيق نقلة نوعية في التعاون والتنسيق بين الجانبين من أجل تحقيق المصالح المشتركة. كما ناقشت القمة الأوضاع الإقليمية وخاصة الحرب في قطاع غزة وكيفية استعادة الأمن والاستقرار في الإقليم وتجنب تداعيات التوترات الجارية على السلم الدولي. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي تحقيق نقلة نوعية في الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي بعد إطلاق مسار ترفيع العلاقات بين الجانبين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة. وخلال مؤتمر صحفي مع رئيسة المفوضية الأوروبية وعدد من قادة أوروبا، أشار الرئيس السيسي إلى أن مسار ترفيع العلاقات اقترن بحزمة مالية لدعم الاقتصاد المصري تبلغ حوالي 7.4 مليار يورو. تأتي زيارتكم للقاهرة اليوم وسط زخم مكثف تشهده العلاقات المصرية الأوروبية سواء مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي أو دوله الأعضاء. لقد مثلت زيارتكم اليوم مرحلة شديدة الأهمية في العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، إذ نجحنا معا في تحقيق نقلة نوعية في شراكتنا، حيث قمت منذ قليل بالتوقيع مع السيدة أرسولا فوندرلاين رئيسة المفوضية الأوروبية على وثيقة إعلان سياسي مشترك لإطلاق مسار ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة بهدف الارتقاء بمستوى التعاون من أجل تحقيق المصالح المشتركة. السادات والسادة، لقد اقترن مسار ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي بحزمة مالية لدعم الاقتصاد المصري، وتتكون هذه الحزمة التي تبلغ حوالي 7.4 مليار يورو من ثلاثة مكونات رئيسية تتمثل في التمويل الميسر وضمانات الاستثمار والدعم الفني لتنفيذ مشروعات التعاون الثنائي. وأشار الرئيس السيسي إلى أنه تم الاتفاق مع رئيسة المفوضية الأوروبية على عقد مؤتمر للاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي خلال النصف الثاني من العام الجاري للتعريف بالفرص والإمكانات الاستثمارية في مصر وبما يساهم في تعزيز انخراط الشركات الأوروبية في السوق المصرية. اتفقنا أيضا مع السيدة رئيسة المفوضية الأوروبية على عقد مؤتمر للاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي خلال النصف الثاني من العام الجاري للتعريف بالفرص والإمكانيات الاستثمارية في مصر وبما يسهم في تعزيز انخراط الشركات الأوروبية في السوق المصرية. ينضم إلينا عبر الهاتف السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق. برحب بحضرتك وكل عام وحضرتك بألف خير. ربنا يبارك فيك، كل سنة وانت طيبين ومصر بخير يا رب، دايما أخبار طيبة. هذه الزيارة في هذا التوقيت وكما تم الإعلان عنها أنه هدفها هو ترفيع العلاقات ما بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، ده أهميته إيه وماذا يعني؟ هو اللي متابع تطور العلاقات المصرية الأوروبية على حاجة أنها ترتقي من زمن كنا نقاوم الاستعمار إلى زمن اعتدوا علينا سنة 56 إلى زمن اعترفوا بقدرتنا بعد سنة 73 لما القمة العربية في الجزائر 74 قالت تعالوا نعمل حوار عربي أوروبي، فبدأ أوروبا والعرب يتعاملون مع بعضهم البعض برؤية المصالح المشتركة وليس المجابهة، الحوار وليس المجابهة. وعقدنا اعتبارا من 76 مجموعة اتفاقيات اسمها اتفاقيات التعاون الشامل، كان بيدونا مزايا وما يطلبوش لها مقابل. ارتقينا مرة ثالثة أو رابعة لما عملنا اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية اللي مضيناها 2001 ونافذة من 2004 تشمل تعاون أمني وسياسي، تشمل تعاون اقتصادي وتجاري، وتعاون ثقافي واجتماعي بشكل شامل. 2004
دخلنا في موضوع كمان ارتقاء اخر، وهو ان اوروبا انتهجت سياسه الجوار الاوروبي انك تدي بعض الدول مثل اوكرانيا ما تديهاش عضويه كامله، انما تديها وضع الجار. وضع الجار كان ده خلانا زي ما احنا صادراتنا تنفذ الى اوروبا بدون جمارك او عوائق، تنفذ ايضا الى دول الجوار اللي منها اوكرانيا دون رسوم ومطيئة او عوائق. الان لان طبعا في حدثين لافتين للنظر، واحد الدبلوماسية الرئاسة، ان الاول مرة صارت مصر تمسك بزمام السياسات الخارجية على مستوى رئيس الدولة، كنا حرمنا من ده يمكن 15 سنة قبل ثورة 11. فاذا لدينا دبلوماسية نشطة، ولما يجلس الرئيس على مقعد التمثيل المصري بارة ستة وزراء ينفذوا اللي بيقولوا فورا، ونفس الشيء اهو بعد ما كان اللي بيجي لنا اقصى حاجه مستوى الثلاثيه الاوروبيه اللي هم وزراء خارجيه، جالنا رئيس الفوضيه الاوروبيه وهي تساوي رئيس وزراء او رئيس دوله. صحيح. واتت يعني ليس فقط بنفسها، ولكن هناك حديث عن اجراء اتفاقات وان يكون في شراكه استراتيجيه شامله في عدد من المجالات، الطاقه، التنميه المستدامه، التنميه الاقتصاديه، وهناك ايضا اتفاق على ان يكون في مؤتمر للاستثمار من اجل تشجيع وحث الشركات الاوروبيه على الاستثمار في السوق المصري. ده يمكن هدف مصر بقالنا فترة طويلة جدا من أجل جذب الاستثمارات والتنمية الاقتصادية، ونحن نعلم طبعا بأنه مصر هي دولة أساسية ومحورية بالنسبة لأوروبا للكثير من الأمور. طبعا هي أوروبا كمان دول أوروبا من أكثر دول العالم معرفة بطبيعتنا، هم طبعا بحكم التقدم الاقتصادي والعلمي دارسين سوقنا كويس جدا جدا، والنتيجة أن هم من أكبر المستثمرين على أرض مصر. لكن احنا طموحين لاكثر من هذا، نريد اكثر من هذا، وجايبين معاهم هديه لطيفه الرئيس اشار اليها حاليا 7 مليار دولار بمختلف 7.4 مليار يورو بالضبط. انا يعني في هذا انا احب اتشاء شويه كمفاوض مصري، لان انت عارفه ان اتفاقيه المشاركه ده احد ابنائي، فاقول لهم طيب ده انتوا كده بتدوني 1% من مشترياتي منكم. أنا بقول الكلام ده عشان المصريين اللي يسمعوا وقلقانين أو من المساعدات أو من القروض، لا لا لا، ده أنا كل يورو أوروبا بتديهولي أنا شاري ب 100 يورو واردات. فيعني لا، ومصر هي الشريك التجاري ال 29 للاتحاد الأوروبي أيضا سيادة السفير. نعم بالضبط. فأنا شريك مهم مش بس اقتصادي، لا أنا ده استتباب الأمن والسلام في المنطقة متوقف على أن مصر تظل دائما دولة قوية. ولكده انا مش شايف ان دي صدفه انه جاي يدعم، لان احنا طبعا عندنا ازمه نقديه بسيطه. جت اوروبا، هي الحقيقه انا يعني اقدر هذا جدا، ان اذا هو تقدير لسياسه مصر، تقدير لان مصر استقرارها واستقرار للمنطقه، وايضا مساعده لان في ملفات سياسيه كثيره مفتوحه يتصدرها طبعا ما يجري على ارض فلسطين، ما يجري في سوريا، ما يجري في جنوب لبنان، ليبيا، السودان، كلها مناطق حولنا غير مستقرة، ومصر هي الدولة العربية الواقفة على أقدامها. صحيح. وأكبر الشعوب العربية وأكبر جيش في المنطقة العربية. ويمكن كمان بما أنك ذكرت هذه الملفات الهامة والحيوية، دايما السيد الرئيس يعني يتحدث عن القضية الفلسطينية بأنها قضية القضايا وأنها أولوية بالنسبة لمصر، وتم الحديث أيضا عن القضية الفلسطينية في هذه الاجتماعات، وكان هناك توافق في الرؤى فيما يتعلق برصد التهجير للشعب الفلسطيني، وأيضا أهمية وقف إطلاق النار، ووجهة النظر المصرية اللي دايما بيكون في تأكيد عليها في كل المحافل ومع كل المسؤولين ومع كل أيضا الرؤساء إلى وقتنا هذا. ده شيء جميل جدا، وأنا عاوز أزود عليه لأن أنا دايما مفاوض شرس حبتين، فبقول زي ما بتقولوا إن يعني بيمدحوا مصر جدا إنها منعت أي سبل لهجرة غير مشروعة الى اوروبا عن طريق اراضي مصر. طيب انا عاوز ايضا اطالبهم بمنع الهجره غير المشروعه من اوروبا ليهود اوروبا اللي ما لهمش اي علاقه بفلسطين لا تاريخيا ولا قانونيا، لان دي ايضا انا بعتبرها هجره غير مشروعه. ويجب ان نطرق هذا الباب، لان افتكر ان اوروبا ستكون حسنه الاستماع
من وجهة النظر، لأن احنا كلانا يحارب الجريمة المنظمة سواء كانت إرهاب أو هجرة غير مشروعة أو غسيل أموال أو تجارة في المخدرات، كل ده ممنوع في وفقا للاتفاق الموقع بيننا وبينهم. نعم، أنا بشكرك شكرا جزيلا يا سيادة السفير، بشكرك على كل هذه المعلومات. سيادة السفير جمال بيومي، بشكرك شكرا جزيلا. وأشار أيضا الرئيس السيسي إلى أن المباحثات تركزت وشهدت تركيز خاص على تعزيز التعاون في مجال الطاقة، خصوصا فيما يتعلق بمجال الغاز الطبيعي أو فيما يتعلق بملف الربط الكهربائي، لافتا إلى أن الاتفاق على التعاون في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر كمصدر للطاقة النظيفة. كما شهدت مباحثاتنا اليوم تركيزا خاصا على تعزيز التعاون في مجال الطاقة، سواء فيما يتعلق بمجال الغاز الطبيعي أو الربط الكهربائي، حيث اتفقنا على التعاون في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر كمصدر للطاقة النظيفة، وأكدنا مواصلة التعاون القائم في إطار منتدى غاز الشرق المتوسط لما يساهم به في تحقيق أمن الطاقة على المستويين الإقليمي والدولي. تلتزم مصر والاتحاد الأوروبي بمواصلة العمل معا من أجل تخفيف من المعاناة الإنسانية لأهالينا وللسكان في قطاع غزة، ويرفض أيضا الجانبان بشدة أي شكل من أشكال تهجير الشعب الفلسطيني. رؤية مصر والاتحاد الأوروبي بشأن القضية الفلسطينية. دعوة مصرية أوروبية إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة. قلق مصري أوروبي إزاء الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة. تأكيد مصري أوروبي على ضرورة ضمان الإنفاذ الفوري والمستدام وغير المشروط للمساعدة لغزة. مصر والاتحاد الأوروبي يلتزمان بمواصلة العمل معا للتخفيف من المعاناة الإنسانية لسكان غزة. رفض مصري أوروبي بشدة لأي شكل من أشكال التهجير للفلسطينيين. الجانبان يعربان عن قلقهما إزاء الوضع في الضفة الغربية المحتلة. تأكيد مصري أوروبي أن السبيل الأوحد لحل عادل ودائم وشامل للصراع في الشرق الأوسط وحل الدولتين. الجانبان يشددان على ضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 4 يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. رؤية مصر والاتحاد الأوروبي بشأن القضية الفلسطينية. للمزيد من المعلومات والتفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ أحمد يعقوب الكاتب الصحفي. برحب بحضرتك يا فندم. أهلا بحضرتك أستاذة خلود، وأهلا بالسادة مشاهدي إكسترا نيوز. أهلا بك. أولا، أهمية هذه الزيارة ومكتسباتها في هذا التوقيت، وأهم ما جاء بها من اتفاقات تتعلق بترفيع التعاون ما بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة. الحقيقة أستاذ خلود، خلينا نبتدي أن العلاقات المصرية الأوروبية هي علاقات متميزة طول الوقت، وبتقوم على أسس طبعا تعزيز التفاهم المشترك إزاء القضايا الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى دعم التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري بين مصر ومختلف دول الاتحاد الأوروبي. خلينا نقول أن حجم التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي تقريبا احنا بنتكلم على حدود 40 مليار دولار سنويا، أكثر من 18 مليار دولار هي صادرات مصر لدول الاتحاد الأوروبي، أبرزها في قطاع
الأسمدة والمواد البتروكيماوية وكل القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للطاقة وغيرها. وبالتالي الزيارة رفيعة المستوى رئيسة المفوضية الأوروبية بالإضافة إلى قيادات خمسة من كبار الدول الأوروبية والاقتصادات الأوروبية بتستهدف يعني دعم التعاون الاستثماري ما بين مصر وهذه الدول. مصر تستهدف سنويا ما بين 12 إلى 15 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة، وبالتالي خلال الست سنوات المقبلة مصر تستهدف إجمالي 100 مليار دولار فورين دايركت انفستمنت أو استثمار أجنبي مباشر. وبالتالي خلال الفترة المقبلة التعاون ما بين مصر وأكبر شريك تجاري عالميا وهو الاتحاد الأوروبي ده محور مهم جدا لتعزيز التعاون في قطاعات زي الزراعة، الصناعة، قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، وبالإضافة إلى كل التدفقات الاستثمارية في القطاعات ذات الأولوية للاقتصاد المصري ما بينها البنية التحتية والمنطقة الاقتصادية في قناة السويس. والحقيقة طبعا مصر عندها خريطة استثمارية شديدة التنوع خلال المرحلة المقبلة في هذه القطاعات، بالإضافة إلى أن الصادرات المصرية الزراعية من الحاصلات الزراعية ده محور مهم جدا وتعزيزها خلال المرحلة المقبلة للوصول إلى هدف 10 مليارات دولار زيادة في الصادرات الزراعية المصرية وتحديدا إلى دول الاتحاد الأوروبي من المحاور المهمة جدا. كمان خلينا نقول محور مهم أساس الخلود هو أن الاتفاقيات أو الشراكة الاستثمارية اللي تم الإعلان عنها اليوم في القاهرة وبقيمة 8 مليار دولار، يعني احنا بنتكلم طبعا 7.4 من 10 مليار يورو ما يعادل 8 مليار دولار، وهو رقم مهم جدا في إطار استهداف مصر خلال المرحلة المقبلة إلى مزيد من البرايفت سيكتور امباورمنت أو تمكين القطاع الخاص أنه يقود عملية النمو الاقتصادي والتشغيل، بالإضافة إلى أن كمان الصفقات الاستثمارية الكبرى شفناها في رأس الحكمة ب 35 مليار دولار، وبنشوف الشراكة الاستثمارية الكبرى مع دول الاتحاد الأوروبي ب 8 مليار دولار في قطاعات مهمة زي ما قلنا الطاقة الجديدة والمتجددة وغيرها، بالإضافة إلى أن الاتفاقيات مع المؤسسات المالية الدولية زي صندوق النادي الدولي والبنك الدولي دي كلها حزمة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة والصفقات كبيرة الحجم اللي هي بتدق في شرايين الاقتصاد المصري رؤوس أموال بالعملة الأجنبية، وبالتالي ده بيعزز من أولا قدرة الاقتصاد المصري على توفير فرص عمل ما بين 800 ألف إلى مليون فرصة عمل سنويا، بالإضافة إلى رفع معدل الإيكونوميك جروث ريت أو معدل النمو في الاقتصاد المصري إلى 7% تدريجيا خلال السنوات المقبلة، وده معناه مزيد من فرص العمل، مزيد من السلع والخدمات المنتجة داخل الاقتصاد المصري، وبالتالي تعزيز قطاع الصادرات المصرية للخارج، لأن مصر برضو بتستهدف احنا في اقرب سنة كان رقم تاريخي للصادرات المصرية 54 مليار دولار حجم الصادرات سواء بترولية او سلعية. مصر بتستهدف خلال السنوات المقبلة وبحلول عام 2030 ان هي بتصل بهدف الصادرات المصرية الى 145 مليار دولار عبر الاستثمار في خمس قطاعات رئيسية: البنية التحتية، الزراعة، الصناعة، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الطاقة الجديدة والمتجددة، وأبرزها الجرين هيدروجين أو الهيدروجين الأخضر، لأن مصر عندها ميزة نسبية في إنتاج الهيدروجين الأخضر وتصديره إلى يعني عبر شبكات الربط الكهربائي. والحقيقة مصر كمان عندها هدف تدريجي خلال المرحلة المقبلة بالوصول إلى مزيج الطاقة الجديدة والمتجددة بالنسبة لإجمالي الطاقة المولدة داخل قطاع الطاقة المصري إلى 42% بحلول عام 2030، وبالتالي هذه الشراكة الاستثمارية بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي والزيارة رفيعة المستوى من قادة الدول الأوروبية إلى الاقتصاد المصري وإلى القاهرة هي زيارة هامة على كافة المستويات. ولكن لو جينا تكلمنا عن تطور العلاقات الاقتصادية ما بين مصر والاتحاد الأوروبي في ظل التحولات الجيوسياسية العالمية اللي العالم كله بيمر بيها، شايف هذا التطور إزاي لحد ما وصلنا لهذا المستوى اللي بنشهده في هذا التوقيت؟ طبعا على مدار العقود الماضية وتحديدا احنا هنتكلم على العقد من 2014 وحتى الآن 10 سنوات، مصر بتقوم على عدة ثوابت للسياسة الخارجية المصرية، وهي إقامة علاقات متوازنة مع كل دول العالم شرقا وغربا،
وبالإضافة إلى تعزيز كل حالة الاحترام المتبادل للدول، التنسيق المتبادل والتنسيق المشترك ما بين مصر ومختلف دول العالم والتكتلات الكبرى وأبرزها الاتحاد الأوروبي، إزاء القضايا سواء السياسية أو الاقتصادية أو الاستثمارية أو غيرها من القضايا زي الهجرة غير الشرعية، ومصر لها دور مهم جدا في مكافحة عمليات الهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى يعني جهود التهدئة ووقف إطلاق النار بالنسبة لملف قطاع غزة والحرب الإسرائيلية. وفي اتفاقية متعلقة بأيضا هناك اتفاقيات متعلقة بمكافحة الهجرة غير الشرعية. صحيح، وكمان اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية، ورفع الحقيقة النهاردة في الزيارة والإعلان المشترك عن رفع مستوى التعامل أو التعاون الاقتصادي والاستثماري والسياسي ما بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي إلى الشراكة الاستثمارية والاستراتيجية الشاملة. ده معناه ببساطة يعني كل مجالات التعاون في كل الملفات المختلفة اللي بتقودها الدولة المصرية في رفع لمستوى هذا التعاون، نظرا للأهمية زي ما قلنا إن الاتحاد الأوروبي هي أكبر شريك تجاري لمصر يعني حول العالم، بالإضافة إلى أن طبعا القرب الجغرافي ما بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي بيعزز مزيد من التدفقات الهجرة غير الشرعية، وبالتالي دور مصر في مكافحة الهجرة غير الشرعية ودعم كمان التنمية في مختلف دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لأن زي ما قلنا ثوابت الخارجية المصرية كمان بتستهدف إحلال الأمن والسلام في دول المنطقة، بالإضافة إلى تعزيز ملف التنمية المستدامة، وده لكل الدول المنطقة ودول كمان أوروبا، لأن التعاون اللي احنا بنخرج منه من الأزمات المتلاحقة اللي بيمر بيها العالم ما بين أزمة كوفيد 19 وأزمة وباء كورونا وكمان الحرب الروسية الأوكرانية، بالإضافة إلى الحرب الإسرائيلية على القطاع غزة، دي كلها 4 سنوات من التوترات الجيوسياسية انعكاساتها شديدة الخطورة على الاقتصاد العالمي وعلى دول المنطقة ومعدلات النمو ومعدلات الانفليشن أو التضخم اللي هو ارتفاع الأسعار عالميا، وبالتالي مصر بتقوم بجهود مكثفة على كافة مسارات سياسية اقتصادية، دعم لمختلف التعاون في ملف مثلا زي خفض الانبعاثات الكربونية، وده ملف مهم جدا في التعاون مع دول الاتحاد الأوروبي، ملف مهم جدا زي الطاقة الجديدة والمتجددة. اللي أنا عايز أقوله أن الاقتصاد المصري لديه خريطة استثمارية شديدة التنوع في قطاعات مهمة، وبالتالي تعزيز الشراكات مع كيانات كبيرة زي الاتحاد الأوروبي ومؤسسات مالية دولية زي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الأفريقي للتنمية، وهي مؤسسات مالية دولية متعددة الأطراف، ده بيستهدف في الأساس المواطن المصري اللي هو المحور الرئيسي لعمل الجمهورية الجديدة، وهو تحسين جودة حياة المواطن المصري وتوفير فرص عمل وتوفير مسكن لائق وتوفير حياة كريمة لمختلف. ما هو ده الهدف في النهاية؟ نعم، ده الهدف في النهاية أستاذ أحمد. يمكن وإحنا بنتكلم عن العلاقات التجارية الاقتصادية، مصر هي الشريك التجاري رقم 29 للاتحاد الأوروبي، والاتحاد الأوروبي بيعتبر أكبر شريك تجاري لمصر بنسبة 25% تقريبا، 24% يعني وخمسة تقريبا، يعني 25%. بعد هذه الاتفاقات إيه اللي إحنا بنسعى ليه، بنطمح إليه الفترة المقبلة؟ إزاي الأرقام دي هتزيد الفترة اللي جاية سواء الصادرات الواردات؟ هو الحقيقة طبعا دول الاتحاد الأوروبي إحنا بنتكلم على 28 دولة تحت مظلة الاتحاد الأوروبي، بنتكلم على تاني أكبر كتلة اقتصادية في العالم، لأن الدول دي فيها ألمانيا اللي هي ثالث أكبر اقتصاد في العالم وأكبر اقتصاد في أوروبا، بنتكلم على إيطاليا، بنتكلم على المملكة المتحدة، دي كيانات كبيرة أو دول كبيرة في كيان ضخم اللي هو الاتحاد الأوروبي، وبالتالي تعزيز التعاون الاستثماري عبر جذب الفورين دايركت انفستمنت أو الاستثمارات الأجنبية المباشرة من بريطانيا مثلا ومن إيطاليا ومن فرنسا ومن مختلف الدول الأوروبية الكبيرة، ده بيستهدف في الأساس قطاعات مهمة بتعرضها الخريطة الاستثمارية المصرية، وبالتالي زيادة النمو في معدلات الاستثمارات
الأجنبية المباشرة وزيادة النمو في ملفات مهمة جدا زي الطاقة الجديدة والمتجددة وزيادة التعاون التجاري كمان سواء رفع معدل الصادرات المصرية إلى دول الاتحاد الأوروبي. احنا بنتكلم على ما بين 17 إلى 18 مليار دولار سنويا هي الصادرات المصرية إلى دول الاتحاد الأوروبي، أبرزها أكثر من 120 منتج زراعي، منتجات صناعية كمان، منتجات خاصة بالرو ماتيريال والطاقة الجديدة والمتجددة والصادرات البترولية. دي كلها خريطة استثمارية ومعدل صادرات مرشح للزيادة خلال المرحلة المقبلة في إطار أن مصر بتستهدف 145 مليار دولار صادرات إلى مختلف دول العالم. أنا أعتقد أن الاتحاد الأوروبي هيكون الشريك الأكبر خلال المرحلة المقبلة. طيب أستاذ أحمد، خليني أسأل حضرتك أيضا، إحنا نعلم بأنه منتدى غاز الشرق المتوسط بيعتبر مصدر رئيسي لأوروبا من أجل تلبية احتياجاتها بالأخص طبعا الفترة الأخيرة وتقليل الاعتماد على الغاز الروسي، هنا دور مصر في هذا الملف؟ هو الحقيقة طبعا مصر عندها هدف استراتيجي وهو ان هي تكون محور عالمي لانتاج الطاقه، و42% من هذه الطاقه تكون عن مصادر الطاقه الجديده والمتجدده عبر تنويع خريطه الانتاج سواء كهرباء او غاز او جرين هيدروجين او هيدروجين الاخضر او غيرها من المنتجات الصديقه للبيئه. عندنا سولار بارك زي بيمبان، واحده من اكبر محطات الطاقه الشمسيه في العالم، بالاضافه الى ان كمان بنشوف المحطات طاقه الرياح اللي موجوده في الزعفرانه وموجوده في جبل الزيت في السويس. دي كلها وطبعا محطة الضبعة، دي كلها مزيج من الطاقة الجديدة والمتجددة. مصر خلال المرحلة المقبلة بتستهدف زيادة الانتاج من الطاقة وتقليل الاعتماد على الواردات من الطاقة سواء بترول او غاز، عبر اولا زيادة الاستكشافات الجديدة وزيادة المشروعات في مجال البترول والطاقة بكل اشكالها، بالإضافة إلى أن كمان زيادة الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة كملف رئيسي لتحول مصر كمركز إقليمي للطاقة، وواحدة من أكبر الدول في العالم في إنتاج الهيدروجين الأخضر. وده مهم جدا لأن دلوقتي مزيج الطاقة الجديدة والمتجددة أولا بيتوافق مع المعايير البيئية الدولية والمؤتمرات الخاصة بالأمم المتحدة الخاصة بالمناخ، بالإضافة إلى أن كمان بيزود حجم الربط أو معدلات الربط الكهربائي ما بين مصر ودول الجوار وتصدير المنتجات البترولية والغاز إلى دول المنطقة ودول القارة الأوروبية والاتحاد الأوروبي بطبيعة الحال. وبالتالي كل هذه المنتجات وكل هذه الخريطة الاستثمارية المتنوعة اللي بتتيحها، احنا بنشوف أكبر الشركاء الأوروبيين مستثمرين في قطاع البترول والطاقة المصري، وبالتالي مزيد من الاستكشافات، مزيد من الإنتاج في البترول والطاقة الجديدة والمتجددة. نعم. كلها بيعزز دور الاقتصاد المصري كواحد من أبرز 20 اقتصاد نموا في العالم، وده المتوقع خلال الخمس أو ست سنوات المقبلة، وده حقيقة لأن الاقتصاد المصري لديه تنوع ولديه طاقة بشرية وسوق استهلاكي كبير 106 مليون، لديه موقع جغرافي يتيح النفاذ إلى 150 دولة في ثلاث قارات أوروبا وأفريقيا وأسيا، لديه أهم ممر ملاحي في العالم قناة السويس واللي بتمر منه 15% من الانترناشنال تريد أو التجارة العالمية، لديه كمان الاتفاقيات التجارية سواء الاتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي أو الاتفاقيات مع القارة الأفريقية والكوميسا وغيرها من الاتفاقيات اللي بتتيح نفاذ الصادرات وتعكس المصرية أيضا مدى الثقة بالاقتصاد المصري. ده حقيقي، دي أهم نقطة يا أستاذ، والاستقرار نعم يا أستاذ نعم. حضرتك جبتي أبرز كلمة ممكن تتقال، المرحلة الحالية الدولة المصرية بتكثف الجهود لدعم ثقة الاقتصاد المصري عبر العمل في كافة الملفات اللي هي متعلقة بالمحافل الدولية. احنا ما بيمرش اسبوع غير يا اما الرئيس السيسي في لقاءات مع قادة العالم، يا اما في اتصالات هاتفية، يا اما بمشاركات دولية رفيعة المستوى بيعقدها الرئيس عبد الفتاح السيسي والقيادة السياسية والإدارة المصرية مع مختلف دول العالم شرقا وغربا، مع مختلف التجمعات السياسية والاقتصادية الدولية، مع المؤسسات المالية الدولية،
لعودة الثقة في الاقتصاد المصري، وأنا بشوفه عبر سلسلة من الإجراءات سواء اتخذتها الحكومة المصرية أو البنك المركزي المصري، من توحيد سعر الصرف اللي تم مؤخرا في 6 مارس 2024 بالإضافة إلى الإجراءات الخاصة برفع الفايدة لمكافحة وخفض مستوى الانفليشن أو التضخم وخفض مستوى الأسعار، بالإضافة إلى كمان الإجراءات المتعلقة بتمكين القطاع الخاص إن هو يكون مسؤول عن 90% من الوظائف بحلول عام 2030 ومسؤول عن 65% من إجمالي الاستثمارات المنفذة. احنا بنتكلم على العام المالي القادم 2024-2025، إجمالي الاستثمارات الحكومية المجدولة في الموازنة العامة الجديدة للدولة هي 1 تريليون جنيه مصري، يعني 1000 مليار جنيه مصري، وبالتالي هو ده سقفها أو السيلينج بتاعها، وبالتالي كل الاستثمارات المهمة سيقودها القطاع الخاص دعما للثقة الناتجة عن الإجراءات الحكومية في توحيد سعر الصرف أو الخريطة الاستثمارية المتنوعة أو العلاقات المتوازنة لمصر مع مختلف دول العالم والكيانات الكبرى. وبنشوف صفقات استثمارية 35 مليار دولار رأس الحكمة، بنشوف 40 مليار دولار اتفاقات خاصة بالطاقة الجديدة والمتجددة ستبدأ الحكومة المصرية في تنفيذها بدءا من العام المقبل في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لرفع معدل الانتاج من كل السلع في هذه المنطقة اللي بتعد شريان الملاحة العالمي الرئيسي. تم الحديث عن الكثير من الملفات يا أستاذ أحمد، سواء المتعلقة بالتنمية الاقتصادية، مكافحة الهجرة غير الشرعية، الاستثمار أيضا في مجال التنمية المستدامة والتنمية الخضراء والهيدروجين الأخضر، ولكن إيه الأولويات الفترة المقبلة برأيك؟ يعني إيه اللي هيتم الفترة المقبلة؟ إيه الأولوية في هذا التعاون والشراكة الاستراتيجية الشاملة ما بين مصر والاتحاد الأوروبي؟ أنا بشوف ملفين رئيسيين الدولة المصرية تكثف الجهود على هذين المسارين. المسار الأول هو جذب تدفقات استثمار أجنبي مباشر عبر صفقات كبيرة الحجم تتجاوز في إجماليها 50 مليار دولار بدأت خلال المرحلة الماضية وستستمر خلال المرحلة المقبلة، وهي استثمارات أجنبية مباشرة. وببساطة شديدة الاستثمار يعني فرص عمل في الاقتصاد المصري، مزيد من نقل التكنولوجيا والخبرات الدولية في قطاعات الزراعة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وقطاع اللوجستيات والنقل البحري، قطاع البنية التحتية، وبالتالي كمان زيادة المنتج من السلع والخدمات عبر الاستثمار والتصدير للخارج اللي هو القطاع أو المسار الثاني اللي بتوليه الدولة المصرية أهمية كبرى، هو قطاع التصدير للخارج. وبالتالي الاستثمار والتصدير هما الملفين المهمين جدا في عملية دعم الشراكة الاستراتيجية التي تم الإعلان عنها اليوم ورفع مستوى العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة ما بين مصر والاتحاد الأوروبي، لأن ببساطة شديدة الاقتصاد بينمو عبر الاستثمار في الريال إيكونومي أو الاقتصاد الحقيقي. الاقتصاد الحقيقي ببساطة مصر بلد عندها 14 مليون فدان بينتجوا أكثر من 400 منتج زراعي، مصر عندها 10 اندستريال باركس أو مناطق صناعية متخصصة في صناعات ذات الأولوية، منها الصناعات النسيجية، الصناعات الكيماوية، الصناعات المتعلقة بالمشروعات الصغيرة المتوسطة، الصناعات المغذية للسيارات، وبالتالي دي مناطق صناعية متخصصة مهمة جدا. مصر عندها 18 ميناء بحري، 11 منهم على البحر الأحمر و7 على البحر المتوسط، أبرزهم طبعا ميناء اسكندرية، وأبرزهم على البحر الأحمر ميناء العين السخنة. وبالتالي المواني المصرية وخطة تطويرها اللي تمت خلال الفترة من 2014 وحتى الآن بتستهدف زيادة نفاذ الصادرات المصرية لأبرز الدول الأوروبية لأن هي القرب الجغرافي، والدول الأفريقية بالإضافة إلى الدول الآسيوية. وهناك كمان الاستراتيجية الوطنية أيضا لتوطين الصناعة بتقوم بها مصر في الوقت الحالي طبعا، وده ملف في غاية الأهمية، لأن مثلا الرو ماتيريالز أو مستلزمات الخام اللي كان بتيجي من برا والمواد الخام اللي كانت بتيجي من برا، الدولة المصرية عندها استراتيجية وطنية لتعميق المنتج المحلي وزيادة يعني
جودة المنتجات المنتجة داخل الاقتصاد المصري، عبر أن يكون المواد الخام مثلا 150 منتج أو مواد خام كان بيتم استيرادها من الخارج يتم توفيرها أو إنتاجها داخل السوق المحلية، وبالتالي ده بيوفر عملة صعبة احنا كنا بنستورد بيها المستلزمات أو المنتجات دي من الخارج، وبالتالي ده بيدي كمان ميزة مهمة جدا في البروسيسنج أو معالجة المواد الخام وتصنيعها في منتجات تم الصنع اللي هي يتم تصديرها للخارج في صورة منتجات كاملة، وبالتالي كمان رفع جودة المنتج المحلي المصري للمنافسة في الأسواق الدولية، بالإضافة إلى كمان أن الشراكات الاستراتيجية زي مصر والاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى الاتفاقات مع الدول الأفريقية زي الكوميسا، ده بتزود معدل نفاذ الصادرات المصرية للدول ذات الأولوية في القارات سواء أوروبا أو أفريقيا أو كمان أسيا عبر الشراكات مهمة جدا مع الصين، يعني اللي بتعتبر تاني أكبر اقتصاد في العالم ومن أهم الشركاء التجاريين. وبالتالي اللي أنا عايز أقوله يا أستاذة خلود إن الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة لديه مسار جذب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر والتركيز على الاقتصاد الحقيقي والمنتجات التانجبل أو الملموسة اللي بيتم تصديرها للخارج في صورة منتجات نهائية. مصر عندها كمان ميزة نسبية اللي هي كمان بتوفر قطاعات مهمة زي قطاع الريال استيت سيكتور وقطاع السياحة، وبتستهدف زيادة معدلات السائحين إلى 30 مليون سائح في عام 2028، وده طبعا من أهم الأسواق اللي بيجينا منها سياح هي الأسواق الأوروبية ودول الاتحاد الأوروبي، وبالتالي الاتفاقيات بتدعم. السنة اللي فاتت 2023 كان حجم السياحة اللي دخل مصر تقريبا 15 مليون سائح، وحجم الإيرادات المتحققة من قطاع السياحة 14 مليار دولار، ودي أرقام تاريخية غير مسبوقة بالنسبة لقطاع السياحة المصري. وبالتالي الاستهداف رفع معدل السياح من 15 مليون سائح إلى 30 مليون سائح، يعني مضاعفته خلال 4 سنوات من الآن، ده هدف مهم جدا كمان عبر الاهتمام بالأسواق السياحية الخاصة بدول الاتحاد الأوروبي، وبالإضافة إلى أن كمان يعني السياحة، الزراعة، الصناعة طبعا، ودي كلها مجالات استثمارية مهمة جدا. قطاع العقارات المصري وتصدير العقار للخارج ده قطاع مهم جدا وبيوفر عملة صعبة، دي كلها خريطة استثمارية متنوعة بتقوم على الكلمة اللي حضرتك قلتيها، الثقة اللي رجعت لي الاقتصاد المصري تاني عبر اتمام الشراكات الكبرى وعبر توحيد سعر الصرف وعبر الإجراءات اللي بتتم من الحكومة المصرية لضبط الأسواق وكمان توفير المنتجات للأسواق المحلية. وإحنا شفنا خلال الفترة من 1 يناير 2024 وحتى الآن تم الإفراج عن باك لوج أو سلع عالقة في المواني المصرية بقيمة 15 مليار دولار نتيجة عودة الثقة ونتيجة التدفقات الدولارية المهمة اللي بتتم خلال هذه المرحلة. أنا بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات الوافية أستاذ أحمد يعقوب الكاتب الصحفي، شكرا جزيلا لحضرتك. أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أوزولا فوندرلاين أن الاتحاد الأوروبي يدعم جهود وإجراءات الإصلاح الاقتصادي في مصر، لافتة إلى أن مصر تلعب دورا هاما في مكافحة الهجرة غير الشرعية وحول الحرب في غزة. أشادت فوندرلاين بجهود الرئيس السيسي للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإدخال المساعدات للقطاع، كما قالت إن غزة تواجه مجاعة لا يمكن القبول بها، ودعت إلى اتفاق سريع لوقف إطلاق النار. إن الشراكة فيما بين الاتحاد الأوروبي ومصر إنما لها أهمية بالغة، إن وجود 6 قادة أوروبيين اليوم إنما يبين عمق تقديرنا لعلاقتنا سويا، ونتقاسم مصالح استراتيجية واستقرار وازدهار، وبالنظر إلى وزنكم الاقتصادي والسياسي وموقعكم الاستراتيجية في منطقة جوار متوترة، فأهمية العلاقات تزداد بمرور الوقت. اليوم وزيارة اليوم والتمثيل القوي للقادة الأوروبيين إنما يعكس قوة علاقتنا الثنائية، واليوم إنما هو
علامة طريق فارقة مع توقيع الإعلان المشترك للشراكة الاستراتيجية والشاملة، إنما هي شراكة تستند على 6 ركائز ومجالات الاهتمام المشترك ما بين مصر وأوروبا. وأنا سعيدة بأن أعلن أن هذا يدعم من خلال حزم مالية واستثمارية تصل إلى 7.4 مليار يورو للأعوام المقبلة. هذه الحزمة لديها 6 ركائز. على مدار 20 عاما تطورت العلاقات الاقتصادية والتجارية والثقافية بين مصر والاتحاد الأوروبي، ودخلت العلاقات المشتركة مرحلة جديدة مع تولي الرئيس السيسي رئاسة الجمهورية. أكد رئيس وزراء بلجيكا ألكسندر ديكرو أهمية الشراكة الاستراتيجية التي تم توقيعها مع مصر، لافتا إلى أن تلك الشراكة ستقدم المزيد من الاستثمارات وخلق المزيد من فرص العمل وكذلك مزيد من التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي. وأضاف ديكرو أن هذا الاتفاق سيعمل على تحسين مناخ الاستثمار وكذلك سيعزز اقتصاد مصر وسيخلق فرص أعمال، وأكد أن مصر تلعب دورا هاما في مكافحة الإتجار في البشر وشبكات التهريب، وأشار إلى أن مصر كانت ولا تزال شريكا في جهود التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة، لافتا في الوقت ذاته إلى أن الموقف الحالي في غزة غير مقبول حيث فقدت الكثير من أرواح المدنيين. شراكة الاستراتيجية اليوم هي شراكة مهمة، فهي ستقدم المزيد من الاستثمارات وخلق المزيد من فرص العمل ومزيد من التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي، كما أنها كذلك ستفي بالقضاء على الهجرة غير الشرعية. إننا في هذا الوقت في أوقات إنما يكون هناك حرب في القارة الأوروبية وصراع مروع في غزة وكذلك إعاقة التجارة في البحر الأحمر،
إن هذا الاتفاق سيعمل على تحسين مناخ الاستثمار وسيعزز اقتصاد مصر وسيخلق فرص أعمال مما يخلق مزيدا من الفرص خاصة بالنسبة للأجيال الشابة. وإضافة إلى هذا مساحة حيوية مدنية ومساحة من الديمقراطية تخلق منظور جديد للأجيال الشابة. تلعب مصر دورا هاما في مكافحة الإتجار في البشر وشبكات التهريب، وأننا سنساعد مصر في مواكبة هذا والتصدي لهذا التحدي وكذلك القضاء على الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية. كما ذكرنا فإن الاقتناع تناول باستفاضة الموقف في غزة، مصر كانت ولا زالت شريكا في تأسيس وقف إطلاق النار وإطلاق صريح للرهائن. شهدت السنوات التسعة الأخيرة نقلة غير مسبوقة في العلاقات الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبي من حيث تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، وتعكس الأرقام والبيانات الاقتصادية تقارب في الرؤى بين الجانبين. علاقات اقتصادية متينة وروابط تجارية راسخة جمعت مصر وأوروبا على مدار عقود، كان أساسها الثقة المتبادلة وتحقيق المصالح المشتركة. كما دعمت تلك العلاقات الراسخة القرب الجغرافي واتفاقات الشراكة بين الجانبين، وعلى رأسها اتفاقية التجارة الحرة التي دخلت حيز التنفيذ في عام 2010 لتلغي التعريفات الجمركية على المنتجات الصناعية. أما حديثا فقد شهدت السنوات التسع الأخيرة نقلة غير مسبوقة في العلاقات الاقتصادية بين الجانبين من حيث تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، فيما أسهمت مبادئ الاحترام المتبادل والالتزام بالقانون الدولي التي اتخذتها مصر في نظرة الاتحاد الأوروبي للقاهرة كدولة محورية تعمل على استقرار المنطقة وتقف كحائط صد أساسي أمام موجات الهجرة غير الشرعية. في الوقت نفسه تعكس الأرقام والبيانات الاقتصادية التقارب في الرؤى بين مصر والاتحاد الأوروبي، إذ بلغ إجمالي الاستثمارات الأوروبية التراكمية في مصر قرابة 40 مليار دولار. كما أضحى التكتل الأوروبي أحد أكبر الشركاء التجاريين لمصر باستحواذه على حوالي 22% من حجم الصادرات المصرية إلى العالم الخارجي وحوالي 25% من الواردات. ليس ذلك فحسب، بل بلغت الصادرات المصرية إلى أوروبا حوالي 16 مليار و300 مليون يورو في عام 2022 مقابل 9 مليارات و100 مليون يورو في عام 2021. كما أسهمت الزيادة في الصادرات المصرية في خفض العجز التجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي ليصل إلى 4.5 مليار دولار في عام 2022 مقابل عجز بحوالي 12 مليار و400 مليون يورو في العام السابق له. أما على صعيد الطاقة فقد حققت مصر أرقاما قياسية في صادرات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا لتصل إجمالي الشحنات التي تم تصديرها إلى نحو 8 ملايين طن خلال 2023 مقارنة بنحو 7 ملايين طن للعام السابق، فيما بلغ إجمالي قيمة صادرات مصر من الغاز الطبيعي المسال خلال 2022 نحو 8 مليارات و400 مليون دولار. تلك الأرقام والبيانات الهائلة رسخت مكانة مصر كقوة إقليمية لا غنى عنها لضمان استقرار المنطقة، لا سيما مع الدور المصري في جميع الملفات الحساسة بالمنطقة وفي ظل التحديات الجمة التي تواجهها القاهرة إثر التقلبات التي تموج بها المنطقة. سعى الاتحاد الأوروبي إلى خلق عدد أكبر من فرص العمل وتوفير الدعم المالي للمشروعات كثيفة العمالة بهدف دعم الاقتصاد واستيعاب القوة البشرية الهائلة التي تحتضنها الدولة المصرية من الدول المجاورة التي شهدت توترات داخلية، وهو ما سيسهم بنهاية الأمر بشكل غير مباشر في تجنب موجات الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا. للمزيد ينضم إلينا عبر سكايب الأستاذ أحمد بيومي الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. برحب بك يا فندم على شاشة إكسترا نيوز. أولا، تطور العلاقات الاقتصادية ما بين مصر والاتحاد الأوروبي في ظل التحولات الجيوسياسية العالمية، كيف ترصدها؟
استاذ احمد. طيب على ما يبدو انه هناك مشكله في الصوت. استاذ احمد بيومي الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجيه. اذا مشاهدينا الكرام بشكركم على حسن المتابعه، كنت مع حضراتكم انا خلود زهران، ودائما ايضا الشكر موصول من فريق العمل. الى اللقاء وابقوا دائما برفقتنا.